يلا صباحكم بخرتم. يلا قطن انغاد لبست عمار ولد صحيت من النوم. مش قاعد تكون انت؟ السلام عليكم. اول شيء عليكم السلام. هذه اللهجه الجباليه. خلاص إيه؟ يعني لبست عماني وصرت تتكلم جبالي. عكسناها. انصح انت رايح صلاه كثير ايه والمره واحده ايه انا عكسنا. انت اللي رايح اول مره انا اكثر منك يعني. اوه تعلمت اكثر مني في روحه واحده إيه؟ ما شاء الله عليه. هذا الدليل انك تحبهم. إيه يوم ما تحبهم تعلمت على طول منهم. اتعلم عليهم ان شاء الله. اتعلم كثير الكلمات الجبلية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك. سعد الله صباحكم كل خير. صراحة أشكر أهل الظار أهل الجبل ردوا عليه واليوم يحشرني بالكلمات. يقول لي خبور يقول لي كلمات أنا ما أعرف. والله لازم الحين أنا بتعلم منه. لازم أتعلم منه. أحلى تحية لكم. دام الموتر ذا فيه عرفت من فيه. راشد راشد بن شمل والله اللي مرحبا. اشكر صملتك من الوكاله. انا وعدت على محل الجوطه كبراتب وجيته والله وفيت بالوعد. تذكر يوم تقول بزعل عليكم وجيت؟ تدري انه دق سلف طبالين توه واقف ولا راح ينام؟ يقول والله لك كمل معي. لا والجاي معزز مع من؟ عبد المنعم. مرحبا. صباح الورد. صباح النور. انت انسان مالك في الشغلات هذه البهذله. اي شغلات يا ولد؟ لا عوايد تبند سياره بترول. لا عوايد. عكاس انت عكاس. راح يقول لي راح راح. قلت له ليش؟ قال بنشوف فائده خلص بترول تطفي ولا ايش ابوك تعطلت واخذت بنزين. بس والله تبى الصدق اشكر شرطه عمان. والله والله العظيم جزعوا لك فزعه الله يبيض وجيهم. قلنا بترول بس انت اسمع الصمله. قلت ليش طفت السياره؟ ليش طفت السياره؟ قلنا بنجرب السياره جديده بنشوف اذا خلص بترولها نفس باقي سير تطفي ولا لا. طلعت ايش طيب؟ يعني بالله طلعت تطفي. شكرا على معلوماتكم ذي. معلومه حصريه. معلومه حصريه. طلعت تطفي. طيب من اليوم لبسنا اللبس العماني تجهزنا وتكشخنا لازم نروح نسوي تمشيه حلوه. اليوم الجو امطار. امطار يعني مره ما ينفع اروح للجبل. اذا في المدينه امطار لا تروح للجبل لانك مره ما راح تستمتع. الدنيا كلها ضباب ولا تشوف شيء نهائي. ما تشوف شيء في المناظر. فالجدول بيكون اسمع عندي كلمتين. كلمتين بس وبس. يلا تم. اول شيء بروح مع راشد. ها ايوه. وتودوني قهوه فتك. والله انا موعد قهوه فتك. ايه انا موعد اودي فتك. تم. طيب تاخذوني معكم؟ ايه الله يعزك. وانا وانت وزع انا اقعد هاي راح سجلك. والمسنق كيرك. المسنق. لا المسنق. انت كنسلته. شفت الناس اللي وراي؟ شفت الناس اللي وراي؟ يقولون الرجال ما بيصور. ما الرجال ما بيصور فهمت؟ طلعت منسق فاشل. ولا عاد يبونك. لا من لقى ما عاد يبونك. وتغير عاد يبونك. يلا مشينا مشينا كم راشد. يلا يلا مشينا مشينا. الاجواء جميله. المايك معك. الو الله يا الو الله لازم الو الو. هذه اجواء خبر خير. ساعدني سوا خبر خير. ها خبر خير. ما تعرف؟ ما اعرف يا اخي ما اعرف. يل صباح يل صباحك. بخار هو عارف. طيب امور طيب. طيب عندك شيء تقوله بهذه المناسبه الاجواء الجميله؟ يلا قل يا عمري. انت عمري وانت قلبي وانت خير. الله. وانت واقع حي والباقي وهم. وانت شبالي وانا احبك كثير. الله. وش الرومانسية ذي من يطلعه؟ الجو 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 كان بعض العرب جو ان كان ما جو ما جو ما زان جو. لا جو لا جو. حلوة. وصلنا عند الكوفي فتك. راشد أنا عزرانك جبت راسه. أنا والله أنا جبت راسه. عندك عندك قصيدة الفتك؟ إيه. لازم تروح عند الفتك وتقول. يلا تعال يلا مشينا. بس تقعدون هنا. لا تعال تعال بس تعال. هذا كوفي فتك. هو يموت في السيارة ذي جوه. كل ما قلت جيت ببيعها كل ما قلت ببيع راشد كل ما قلت ببيع الفتك يزعل علي. اسمع اسمع اسمع. الياس أهمتك لا تدور قوة.
واصل مسيرك لا توقف سيرك، النفس من اسفله والعلوه، ريح نفسك ريح غيرك، اسمه فعل فعل قوه، استوك ملفتك ما غيرك. حي 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 حي، خلاص لازم ندق سلفه الفتك ذا قهوته فيه والما حي والله. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لها يا رب. خلنا نشوف ايش عندهم وش يبيع قهوه فتك. شو تتوقع؟ ما شاء الله. السلام عليكم. شغال هنا؟ ايه. ما شاء الله عليك. وش المشروبات اللي عندك؟ قهوه فتك قهوه تيربو. ما شاء الله. وش وضع قهوه التيربو ذي؟ هذه تعطيك طاقه اعلى. وش بعد عندك قهوه ثانيه؟ اوه عندكم قهوه للادعم ما شاء الله ما شاء الله. طيب ارخص قهوه عندكم وش؟ ستاندر. ما شاء الله طلع هذا انت قزاز هندل. اخذ ثلاثه ادري عنه. هاي ما فيها طاقه هاي مره ما تودي عاد. ما تودي تعطيك طاقه حقه الليل عشان ما تسهر. هاي حق النوم هاي حق النوم. كلهم متجمعين عليه هو اللي ماسك الطلبات. الطلبات عنده. ضبطني القهوه. اخلص يا ولد اخرت الناس اخرت الناس اخرت الناس. ايس كريم ايس كريم. وش نطلع برا بتسكر ترى بس انت داخل انت طلع خلاص كل شيء باقي جاي. احنا برا بس انت اللي داخل طلع طيب تم من عيوني. عندك فيول فيول عندك قفل المحل يا ولد. ايش فيك زعلت؟ ليش زعلت؟ لا 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 والله خلاص سكر سكر خلاص افا سكر المحل والله ما عاد في قهوه. وسوى وسوى وش الخبر؟ سمعت خبر انا من بعيد. قهوه مجانيه على حسابه. كوفو على حسابي القهوه. كوفو على حسابي. اللي ياخذ من الفتاك تيربو كل الانواع على حسابي. العرض هذا اللي هنا ولا للناس كلهم؟ للهنا بس الحين. بس يعني راحت على الناس كلهم. راحت على خلاص قهوتكم اليوم مجاني. الحين قهوتكم مجاني. ايوه ايوه خلاص بس القهوه على حسابك. خلاص ها ايس كريم حلو. تسلم والله تسلم طول عمرك. لا 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 ما حلف حلف كفو والله. هاي والله ذا الراس. منع 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 بالله شوفوا لنا. هنا بلد هنا بلد. تعال تعال هنا فيراج. شوف ايش يسوي ذا. هذا مهزوم كله. الله يسلمك. انا ما سويت شيء عيب. انا ما اشوف موت الرجال. حقد انا ما اعرف احسن. بيعلم الناس ان سيارتكم مسامكه. سيارتك انت حاطه مرشوش مرشوش افهم. حتى ما عليك عدو عدو النجاح. اعوذ بالله من الناس. عدو اللي واحد يسوي مطعم خربه بيخرب عليك. بعيد بعيد والله بعيد بعيد بعيد. تعال 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 ناخذكم صوره. تعال تعال جنبي يلا يلا ناخذكم صوره. بعيد بعيد مالك يا انت عين ما صلت على النبي. ايه ما قلت بسم الله، الحمد لله انا قايل بسم الله ولا جاني شيء. وانت عضل طق كتفك. هو اللي ما قال. اذا تبي جدول، تبي مطاعم، تبي اكل ما تنقطع، عليك بطريق سهل اتين. هذا هو الطريق سهل اتين، كله مضابي مطاعم، طبعا عندهم اكله مشهوره اذا قمت الصباح لازم تاكلها، ابغى اصورها لكم الحين. تجي عمان ما تاكل فطاير معليش. فطاير عسل. الله يجعل عافيه. راحت عليك عافية. راحت عليك راحت عليك. الله يجعل عافيه. اهم شيء بطير عسل. مو بيمي مو بيمي والله. مجنون صح انت. ليش؟ ليش تصب عسل؟ ليش؟ ما صب صبيته. لا تصب. ليه؟ يا اخي انت عسل. انت عسل وتزيد عسل. لا 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 تحرجني تكفى لا تحرجني. يا ولد. انا انحرجت مره ما اقدر ما اقدر ما اقدر استحي. حرجت. هذه أشهر أكلة في عمان. إذا جيت عمان وما جربت هذه لحم هاشي شو يسمونها؟ لا شو اسمها؟ مشاكيش. لا مو مشاكيش. ولا تبي نعتمد الاسم ذلك؟ خلاص مشاكيش. هذه مشاكيك. شيك متبهذل يا ولد. ليش؟ أول اسمع عادي فهد عادي اسمع. انا ما قلت لك. شوف شوف كل هذيك اتحدى كلمه. لا انا ما قلت لك قول له يركب عندهم وانت تم عندي. خلاص ليش تبتعدنا؟ عادي تكلم. جاء وكب علي العصير. ادري شفته. ايوه وجاء وسحب نعالي قطع صح؟ وتنقطع النعال
ايوه يعني تسب على من؟ انت تشتري لي نعال ايه ولبس ولبس تجي تشتري والحين اوديك المول. ايه انت قمت تهايط يوم جاء راشد صح؟ ايوه يوم جاء راشد قمت تهايط تغير اسلوبك. ايوه هايط لا تقول بس لا قال هايط بدون بعد ما عشان زعلان علي اليوم خربك ما فلستك تفلسني اشتريت لي نعال واشتريت لي لبس وانا معاك انت عيوني مو من جا راشد تغيرت على الدنيا على الدنيا خلاص الله يعيني بتدفعوني اليوم لا الوضع مزري اليوم اليوم السلطه مو معي خلاص اليوم خلاص راحت علي اليوم الامير فزع انت الامير انت الامير انت الامير معه اربع ما عليك انت بس قول شو تبى ابي افلسفه ابي اشتري ثلاث نعالات اسهل شيء طلبته ملابس وملابس وحتى وانا بعد اشتري لي كاب وانا ثلاث نعالات بعد شباب الحين بيفتح ارحب هلا عز الله قيامك شلونك؟ طيب هاي بطل كيف حالك؟ طيب ايش اسمك انت؟ ونعم وانت؟ محمد ونعم يا محمد ونعم تعال سلم ايش اسمك؟ ونعم والله تعال انت ايش اسمك؟ هذا اخوك؟ كفو والله كفو كفو ارحب يلا حيهم شلونكم؟ طيبين يلا حيهم مستمتعين هنا؟ اوه حين نفتح السيارة كشف ونستمتع صح اجواكم حلوة يا اخي اعطونا منها شوي حلوكم كفو الله سحب علينا سحب سلام سهلتين الساقية هنا مكان كشتات المكان هنا رذرذ خفيف اذا الجبل مرة مطر وضباب الناس كلها تنزل هنا السهل ممتع جدا وباقي يصبر مخضرة الارض ترى بعد 10 ايام تصير هنا زي الزولية يبدو ان شريطي مستمتع داخل اجواء رايقة ما سافر مرة حلوة هاي ماشي هاي عزك يا ماشي الله انك كوب يا نويشي الله الطلاقة براسك شوف الحذيان انقطعت والوضع مزري جايين نطق لحذيان جديدة تعال تعال نطق لك حجريات ها ولا تبي بولين لا بولين بولين تزلق تزلق انا بيزلق انت مو برايح نفوذ مو برايح نفوذ انت حق نفوذ حجري 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 مين على الحجري على الحجري تعال انا وجي غالي ابوه ليش ليش غالي ليش غالي ليش والله بتخسرني ليش ليش بتخسرني لا 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 ايش فيك يا ولد ايش فيك تركض يعني شوف يا رجه غاليه طبعا طالعين الى شاطئ الدهاريز قبل شاطئ الدهاريز بنمر الكشكات اللي يبيعون مشلي مشلي هي اسمها مشلي نعم يلا طالعين انا شاطئ الدهاريز تبني حي الله خلاص خلاص انتهى انا اشهد رسمي يا سلام الله يسعد ان شاء الله شاطئ الدهاريز جميل جميل بس احد يقرب الشاطئ لان البحر هايج في كوفيات جلسات رايقه احسن من شفت الشاطئ اللي جيتها امس 100% الشاطئ اللي جيتها امس ما في اي خدمه هنا كل الخدمات خير جلسنا في الكافي هذا اطلالة البحر وش طلب طلب وش